في حال نزول كمامات الأكسجين اسحبها باتجاهك ثم ضعها فوق أنفك وفمك. اسحب الشريط المطاطي وتنفس بشكل طبيعي، وتذكر ثبت كمامتك أولا ثم قم بمساعدة الآخرين. بسم الله. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 doors at the front, 2 at the back and 4 emergency windows over the wings. Each exit is equipped with an automatic evacuation slide. هناك 8 مخارج طوارئ على متن هذه الطائرة، بابان في المقدمة وبابان في المؤخرة وأربعة نوافذ طوارئ فوق الأجنحة، كل مخرج مزود بزلاقة نجاة أوتوماتيكية. Emergency path lighting has been placed on the floor to guide you to the nearest exit. سوف ترشدك أضواء الطوارئ الموجودة في الممرات الأرضية إلى أقرب مخرج نجاة. Your life jacket is stored under your seat. When instructed by the crew, place the jacket over your head, wrap the strap around your waist, and tie it securely. Inflate the life jacket by pulling both red tabs firmly downwards. The life jacket can also be inflated by blowing into the red tubes. Do not inflate your life jacket until instructed by the crew and until you are outside the aircraft. سترة النجاة موضوعة تحت مقعدك. عندما يطلب منك طاقم الطائرة، ضعها حول عنقك، ثم لف الشريط حول خصرك واربطها بإحكام. قم بنفخ السترة عبر سحب المرابط الحمراء بقوة نحو الأسفل. يمكنك أيضا نفخ السترة عند الحاجة عبر الأنابيب الحمراء. لا تنفخ سترة النجاة إلا عند صدور تعليمات الطاقم وعند مغادرتك للطائرة.